تختتم الليلة مواجهات الجولة 11 من البريمير ليج بلقاء هام يجمع بين توتنهام وأستون فيلا المتعثر على ملعب الوايت هارت لين. ويأمل أبناء المدرب موريسيو بوتشيتينو بتحقيق انتصار جديد على متذيل ترتيب فيلا يجعل الفريق على بعد نقطة واحدة من صاحب المركز الرابع مانشستر يونايتد. علينا أن نتعامل بكل جدية مع مباراة أستون فيلا. أدرك أنهم يحتلون المركز الأخير على جدول الترتيب، لكن هذا الأمر لا يعني شيئا. علينا أن نحترم خصمنا ونقدم أفضل ما لدينا لتحقيق الانتصار.